كيف تتخلص من العقدة النفسية؟ ألف مرحبا. في هذا القسم الفيديوهات أجيب على أسئلتكم. إذا أنت تكتبين: أنا لست راضية عن جلدي، لدى البقايا الحمراء في كل المكان، وذلك يجعلني غير جذابة وسبب عقدتي نفسية كبيرة. ماذا علي أن أفعل؟ حسنا، أولا عقدة هذه الخوف إنك لا تعيشين وفقا معايير الآخرين. ثانيا، من وجه نظر عمر نفس جسماني، يعكس الجلد علاقتنا مع العالم الخارجي وطريقتنا إدراك أنفسنا فيه. أنت طبعا من خلق هذه العقدة، هذا طفلك، وانت انجبته عندما بدات ان تخافين انك لن تعيشي وفقا لمعايير الاخرين. وهذا يعني على سبيل المثال يمر بك الشخص ويقول: اوف، ما هو قبيح جلدك، وانت تريدين الاخرين ان يعتبروك جميلة. بمجرد قبول الحقيقة إنك أبدا لن تكون جيدة بما يكفي لجميع الناس، هذا لن يحدث أبدا. عليك أن تسمحي لآخرين أن يكون لديهم نزاعاتهم الخاصة وآرائهم. أنت تعطيني هذا الحق لهم. إذا شخص ما لا يحبك، حسنا، ذلك يعني إنك والآخر عندكم رأيان مختلفان. لا ينبغي لك مكافحة عقدتك أو فعل أي شيء حيال ذلك. ما يفترض عليك أمله أن تصبحين واعية بشيء واحد بسيط: أولا هذا طفلك، ثانيا عقدة هذه الخوف إنك لا تعيش وفقا معايير الآخرين. لذلك إذا شخص ينظر إليك، ما رأيه فيك؟ من يهتم بما يفكر فيك؟ لديك هذا الشيء مميز، دائهم يفكروا ما يريدون، وهذا الشيء رائع عندما يكون لدى كل شخص رأيه الخاص. أيضا يمكنكم أن تكتبوا لي رسالة إلكترونية بالعنوان أجيب على أسئلتكم، وذلك يسمحوني قراءة سؤالكم هنا على يوتيوب، ومعلوماتكم الخاصة كالاسم ومدينة تبقى في السر. أتمنى لكم يوما رائعا.